عشان العيال. ايه هو اللي عشان العيال؟ ما هو في شعرة ان احنا نقعد ونحافظ على حياتنا عشان العيال، نصبر على الحاجات الصغيرة، نصبر على الخناقات، نصبر على غلاسة الرجالة، على ساعات قلة ادبهم، على مودهم اللي بيتغير، على بصبصتهم للستات التانية، على حاجات كتير ممكن تسكتي عليها. لكن بالسكينة وندخل في قتل ومخدرات وبتاع، لا ولا ثانية ولا ثانية. ولا عشان عيال ايه؟ عشان عيال ايه يقعد مع مدمن مخدرات؟ مش فاهم ايه التفكير العقيم ده، بتفكروا ازاي؟ يعني فكرة ان انا اقعد مع واحد وانا عارفة ان هو بيشرب مخدرات، يعني عارفة ان انا قاعدة مع واحد مش في وعيه،